تتابعون الآن تغطية حية ومباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي 2013. أهلا بكم من جديد مشاهدينا مشاهدين قناة ديوان جدة. ضيوفنا مستمرين، لقاءاتنا مستمرة من استديو ديوان جدة في داخل منتدى جدة الاقتصادي لعام 2013 بعنوان الإسكان والنمو السكاني. نرحب في الاستديو بالسيد ستافروس مدير عام شركة بي أم دبليو بالمملكة العربية السعودية. ويلكم سير، أهلا وسهلا. بداية، لم تكن هذه المشاركة الأولى لكم في مثل هذه المنتديات أو المحافل، حدثنا أكثر عن أهمية وجود شركة بي أم دبليو في هذه المنتديات. نحن سعداء جدا، وهذه هي السنة الثالثة بالنسبة لنا. نحن نعمل مع غرفة جدة التجارية وهي شريك استراتيجي بالنسبة لنا، وبي ام دبليو تريد المشاركة في الأحداث الاقتصادية المهمة في المملكة، وبالتأكيد هذه تعتبر هذه منبر مهم بالنسبة لنا. حدثنا أكثر عن البيئة وانتشار الرقعة السكانية، هل يؤثر هذا، هل له علاقة مباشرة بشركة بي ام دبليو تحديدا صناع القرار في شركة بي ام دبليو؟ هناك علاقة مباشرة، في بعض الحالات لا توجد، توجد علاقة غير مباشرة. من الواضح أن موضوع المنتدى هو الإسكان، أعتقد أن هذا مهم، أمر مهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وهو التنمية السكانية تعتبر مهمة وتوفر الازدهار والنمو للمملكة وكذلك لسكان المملكة. هناك 180 من المهن مرتبطة بصناعة الإنشاءات والمباني، وإذا كان الأمر كذلك فكل هذه المهن وهؤلاء الأشخاص هم العملاء المحتملين لشركة بي ام دبليو ولسياراتها، وبالتالي فإننا نحب أن نساهم في هذا المنتدى وأن ندعم سوق الإسكان وكذلك تطوير المساكن، لأنه هذا الأمر مرتبط، لأن الطبقة الوسطى في هذا البلد ستصبح أكبر فأكبر وستصبح أكثر ثراء، وبالتالي نستطيع أن نوفر خدماتنا وأن نبيع سياراتنا لهؤلاء العملاء، وبالتالي نحن مهتمون، لدينا مصلحة كبيرة في المشاركة في هذا المنتدى. طيب، من المعروف عن شركة بي ام دبليو قد تكون تستهدف شريحة معينة من السكان، لكن موضوع المنتدى بشكل عام يحاول توفير مسكن لكل طالب سكن او لكل مواطن او لكل شاب. هل تسعى بي ام دبليو لمثل هذا المسار في 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 تملك بي ام دبليو لكل مواطن او جعلها في متناول الجميع؟ أعتقد نحن نسير في ذلك الاتجاه. قبل سنوات كانت سياراتنا معروفة أنها كانت مكلفة وغالية جدا، والمجموعة السابعة كانت، الفئة السابعة كانت هي سيارة فخمة جدا في المملكة العربية السعودية، ونحن سعداء بذلك. ولكن في الوقت الحاضر نقدم سيارات تتخطى ذلك وتكون أقرب إلى جزء أكبر من المجتمع أو فئات أكبر من المجتمع. إذا نظرنا إلى فئة الخمسة وفئة ثلاثة كذلك، فإننا ننظر إلى سيارات تلبي احتياجات قطاع أكبر في المجتمع. والآن لدينا برامج خاصة تمكن، ستمكن الشباب أو الموظفين الشباب من ذوي الدخل في استئجار السيارة ب 2000 ريال لكل شهر. نستطيع أن نوفر سيارات آمنة وبجودة عالية وهي مهمة للأجيال الشابة، ونستطيع أن نعطيهم القدرة والخبرة وأن يقودوا هذه السيارات ذات الجودة العالية وأن توفر لهم الأمانة والسلامة. دعنا نتابع تقرير عن شركة الناغي للسيارات ونتابع من جديد تغطيتنا. تأسست شركة محمد يوسف ناغي عام 1990 للميلاد
وهي الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة بي ام دبليو الألمانية. وتعد الشركة من أكبر الشركات التجارية بالمملكة بجميع فروعها ووكالاتها. شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هي الوكيل العام الحصري لسيارات بي ام دبليو الألمانية في المملكة العربية السعودية من عام 1990، وعلى مدار 23 سنة تقدم خدماتها للعملاء في جميع مدن المملكة العربية السعودية. على مدى الثلاث سنين السابقة سخرت الشركة العديد من سبل المواصلات لنقل جميع ضيوف منتدى جدة الاقتصادي على متن أسطول متكون من بعض فئات سيارات البي ام دبليو، كونها الناقل الحصري والراعي الماسي للمنتدى من حين وصولهم إلى جدة وحتى مغادرتهم. تسعت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات بي ام دبليو أن تكون الناقل الرسمي والحصري لضيوف منتدى جدة الاقتصادي للسنة الثالثة على التوالي. بنقوم بنقل ضيوف المنتدى من بداية قدومهم للمملكة العربية السعودية حتى مغادرتهم. مبدأ المشاركة بيننا وبين الغرفة التجارية موجود على مدار 3 سنوات في جميع فعاليات الغرفة التجارية بجد. بنشارك بعدد 50 سيارة، فئاتهم 30 سيارة من الفئة السابعة و20 سيارة من الفئة الخامسة. بالإضافة قمنا بتوفير 4 باصات VIP للمشاركة في السايد إيفنتس الموجودة في فعاليات المنتدى لكبار الزوار. بنتمنى النجاح لمنتدى جدة الاقتصادي زي كل سنة، وبنشكر السادة الغرفة التجارية الصناعية ومجهودهم الكبير في تنظيم وإقامة المنتدى وإتاحة الفرصة لنا للسنة الثالثة على التوالي نكون أحد الرعاة المهمين لنقل ضيوف المنتدى ودعم المنتدى لما يمثل من أهمية كبيرة عالمية في الوقت الحاضر. ونشكر قناة ديوان على تغطيتها المتميزة لمنتدى جدة الاقتصادي، ونتمنى لها كل التوفيق في برامجها القادمة لتعبر عن نبض الشارع السعودي. جديد مشاهدينا، بعدما تابعنا التقرير سيد ستافروس شاهدنا أن هناك علاقة يعني وطيدة بين منتدى جدة الاقتصادي وبين شركة بي ام دبليو، هل سنشهد في المستقبل المزيد من العلاقة الوطيدة بينكم وبين المنتدى الاقتصادي كما شاهدنا أنه هناك أسطول كامل يتكفل بنقل الضيوف أو الزوار من الخارج إلى المنتدى؟ كما ذكرت سابقا من المهم لنا أن نشارك مع أي نوع من الخدمات فيها بهذه 50 سيارة التي نوفر بها الخدمة المواصلات للمشاركين في المنتدى أو للضيوف في المنتدى، ونحن نسعد دائما للعمل مع الغرفة التجارية في جدة، وهناك شراكة قديمة بيننا وهي شراك وهم شريك استراتيجي، ونأمل في السنوات القادمة أن نكون قادرين على دعم منتدى جدة الاقتصادي وكذلك الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تقدمها غرفة جدة التجارية. سيد ستافروس مدير عام شركة بي ام دبليو، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة من استديو ديوان جدة من داخل القاعة الرئيسية لمنتدى جدة الاقتصادي لعام 2013 بعنوان الإسكان والنمو السكاني. فاصل قصير ونواصل معها استضافتنا من داخل استديو ديوان جدة. مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية شارك وكن شاهداً على الرؤية المستقبلية للإسكان. منتدى جدة الاقتصادي
بعنوان الإسكان والنمو السكاني من الرابع إلى السادس جماد الأول الموافق 16 إلى 18 من مارس فقط وحصرياً على قناة ديوان. يعني هذا المنتدى سيكون له وقع أفضل لأنه أول شيء يناقش مشكلة الحقيقة محلية ومشكلة الحقيقة يعني سيكون أنا أعتقد إذا خرج هذا المنتدى بتوصيات وإن شاء الله يخرج بتوصيات إن شاء الله جيدة يعني سيقوم بالمساهمة في حل الحقيقة مشكلة كبيرة في المجتمع وهي مشكلة الإسكان. المنتدى هذا يعني عشان الناس يتعارفوا على بعض عشان الآراء وعشان يشوفوا النمو في البلد وكيف التطور يصير ويعني هذا شيء جميل جدا. أعتقد موضوع وفقت اللجنة في اختياره موضوع حيوي جدا وهام لجميع شرائح المجتمع في المملكة العربية السعودية وبالذات في جدة أيضا مجتمع وبالأحرى موضوع يحظى بأهمية متنامية حتى على مستوى العالم أو على الأقل في منطقتنا الشرق الأوسط. فأتوقع أنه إن شاء الله حيكون يعني موضوع شيق وموضوع يعني حيكون يستجلب كثير من الإثارة والاهتمام. أنا أتوقع أنه هذا الشيء حيكون له إيجابيات جيدة، أتوقع أنه حيكون فيه أيضا حلول، وهذا الشيء اللي يمكن البلد يحتاجه الآن خاصة موضوع الإسكان بالنسبة للشباب يعني يورقهم كثير. أتمنى أنه نجد آراء جيدة، نجد حلول جيدة، نجد طرح جيد للموضوع الإسكان. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية تابعونا الآن تغطية حية ومباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي 2013. استشار المعارف في المنتدى الأستاذ أحمد إيش؟ نرحب بكم من جديد مشاهدين استوديو قناة جدة، تغطياتنا مستمرة من داخل الاستوديو وضيوفنا مستمرين. اسمحوا لي أرحب معي في الاستوديو بالشريك المعرفي لمنتدى جدة الاقتصادي لعام 2013، نرحب بك سعادة الأستاذ أحمد إبراهيم رضا المستشار المعرفي للمنتدى، أهلا بك. حياك الله. بداية يعني معروف عن شركة إرنست ويونغ في المملكة العربية السعودية أنها واحدة من أكبر الشركات للخدمات المهنية في العالم، وهي تزاول أنشطتها في المملكة منذ عام 1967. حدثنا أكثر عن دوركم هذه السنة في منتدى جدة الاقتصادي. حقيقة كانت خبرتنا السنة هذه مع المنتدى أو دورنا مع المنتدى أن احنا الشريك المعرفي أو عفوا المستشار المعرفي، خلينا نسميها تسمية صحيحة، ببساطة أن نطور فكرة المنتدى ونبدأ نجمع المعلومات المتعلقة بالفكرة حقة المنتدى ونبدأ نعد للبانلز أو لجلسات المنتدى ونحدد من هم المتحدثين في المنتدى وأخيرا نأخذ الملخص عن المنتدى أو نعد تقرير عن المنتدى. هذا بشكل إجمالي. طبعا لا شك أن الكلام اللي قلته في أقل من دقيقة هذا ممكن أخذ معانا من نوفمبر تقريبا، الآن تكلم عن 4 شهور عمل متواصل مع اللجنة المسؤولة من الغرفة التجارية في مدينة جدة. فيعتبر إحنا المسؤولين عن الفكرة كاملة وعن جلسات المنتدى. طيب حدثنا كيف وصلتوا للفكرة، يعني مرحلة الدراسات والأبحاث كيف تمت، حدثنا أكثر عنها. حقيقة احنا اول ما كلفنا من مجلس الاداره كانت في عندنا مجموعه من الافكار او مجموعه من الثيمز اللي كنا ممكن ناخذ واحده فيها، لكن لمسنا من اداره الغرفه ومن مجلس اداره الغرفه انهم يبغوا موضوع يتعلق بالمشكله حاليه موجوده او عنوان حالي موجود ولي صيغه عالميه او لي صفه عالميه. فاعتقد كان موضوع الاسكان هو نعم هي عباره عن ما أبغى أسميها مشكلة ولكن وضع موجود في المملكة والعالم كله بيتحدث عن الموضوع هذا لأنه العالم كله يعاني من مشكلة الإسكان. فطبعا حطينا أكثر الموضوع زي ما قلت لك، نهاية اخترنا الموضوع هذا بناء على مجموعة من العوامل.
طبعا الاختيار الموضوع والاختيار الموضوع التفصيلية هنالك في منهجية معينة يجب أن تأخذ في الاعتبار، هنالك مجموعة من العناصر يجب أن تأخذ في الاعتبار، عناصر سياسية، عناصر اقتصادية، عناصر اجتماعية، عناصر مالية، يعني في أكثر من عنصر يجب أن أخذها عشان نوصل للعنوان الرئيسي ونوصل للعناوين الفرعية. فهذا تقريبا بشكل ملخص الأسلوب اللي استخدمناه في اختيار الموضوع. طيب، من دراساتكم وأبحاثكم حول الموضوع، هل شعرتم أن المشكلة يعني سيكون لها إنجازات قريبة على أرض الواقع نتيجة للتوصيات اللي راح يخرج بها المنتدى؟ طبعا اليوم كنا في نقاش أولا مع الشيخ صالح، تصورنا أنه قد لا يكون في توصيات ولكن قد تكون في تقرير يصدر عن المنتدى، ولكن كلمة النهاية حتكون لمجلس إدارة الغرفة. ولكن أمانة الآن تقريبا حضرت 3 جلسات، أعتقد النقاشات اللي جات في 3 جلسات والخبرات اللي جات كانت جدا رائعة. ناس تكلم عن مشاكل موجودة في المملكة، وناس تكلم عن حلول موجودة في البرازيل وفي دول أخرى، في سنغافورة، في كثير من الدول، فتكلموا عن نجاحات في الشرق ونجاحات في الغرب أيضا. فالشاهد عشان ألخص، أعتقد أنه حنطلع بأفكار كثيرة وخبرات جدا ممتازة من المنتدى هذا. طيب، من جميع دول العالم. هل أستنتج من كلام حضرتك أن هناك شريك ثالث بينكم وبين الغرفة التجارية يتولى مهمة التنفيذ على أرض الواقع؟ أعتقد تقصد أنه في أحد الآن هو اللي بينفذ المنتدى؟ نعم، في هيئة تنفيذية يعني تأخذ التوصيات أو القرارات اللي يطلع بها المنتدى. طبعا لا شك أنه بمجرد انتهاء المنتدى في تقرير حنعده في إرنست ويانغ، وحنقدم للغرفة التجارية أو المجلس الإدارة، وبعدين القرار يكون لهم، هل حيقدموا لجهات أخرى، هل حتفضوا به؟ لا توجد صورة الآن واضحة، ولكن نحن المسؤولين أمام مجلس إدارة الغرفة في إدارة الحوارات الموجودة، في الإعداد للحوارات هذه وللجلسات هذه خلف الكواليس. فعندنا فريق متكامل شغال الآن مع كل فريق قبل ما يدخل، بنعده ونقوم بإعطائهم نبذة عن الموضوع اللي حتكلموا عنه، وبالتالي يترك لهم أسلوبهم في طرح الموضوع هذا. هل أفهم من ذلك أن شركتكم يعني ليس لها علاقة بالأمور التنفيذية، يعني هي لها علاقة بالأمور التخطيطية والإعداد فيما قبل المنتدى وجلساته؟ قبل المنتدى وخلال المنتدى، زي ما قلت خلال المنتدى جزء من مهمتنا أن نجلس مع المتحدثين ونعطيهم تصور على الموضوع وأهداف الجلسة نفسها، وإذا احتاجوا أي معلومات نجيب لهم معلومات ونوفر لهم هي. فموجودين إحنا إلى قبل ما يدخل المتحدث ممكن دقيقة دقيقتين إحنا معه موجودين بكل. وعندنا غرفة متكاملة في الباك ستيج، موجودة عندنا غرفة كاملة بنعيد فيها الأخوة المتحدثين. طيب، هل لكم علاقة بشركات أخرى مثلا تقوم بطلب دراسات وأبحاث قمتم بعملها وهي أساسا مهتمة بموضوع الإسكان وبموضوع التطوير وتقوم بإمدادها بهذه الدراسات؟ في كثير من الشركات الآن اللي بدأت تطلب عمليات الدراسات الجدوى والاستراتيجية التخطيطية أو عمليات نسميها البستيوز أو أفضل الاستخدامات. أعتقد بدأنا نلاحظ أنه في تطور الآن في طلب الدراسات هذه في المملكة خلال 4-5 سنين الماضية. الدولة بدأت تتحرك أو القطاع الخاص بدأ يتحرك إلى عملية التطوير بشكل منظم. زمان ما كنت تسمع عن وجود مطور عقاري منظم، بس الآن خلال 4-5 سنوات الماضية بدأنا نسمع عن وجود متطورين صاروا يستخدم أفضل الأساليب الحديثة في وضع دراساتهم واستراتيجياتهم وتوجههم من ناحية طلب دراسات مالية وطلب دراسات استراتيجية ومعرفة بالسوق. فصارت الصناعة قابلة الآن للتطور في المملكة. اسمح لنا نأخذ تقرير يعني نشوف فيه بعض الأمور اللي لها علاقة بالموضوع مباشرة، ونستكمل حوارنا من جديد مع ضيفنا في الاستديو. تعتبر شركة إرنست أند يانغ واحدة من أكبر 4 شركات خدمات في العالم. كانت انطلاقتها في المملكة عام 1967 وتحديداً في مدينة جدة، وتوسعت وانتشرت حتى أصبحت 3 مكاتب موزعة بين جدة والرياض والخبر، وتقدم خدمات عالية الجودة في الاستشارات والتعهدات وصفقات الأعمال التجارية والعديد من المجالات. بداية أحب أعرفكم عن شركة إرنست ويانغ. إحنا شركة عالمية موجودة
في 140 دولة على مستوى العالم، 700 مكتب في مدن مختلفة. عدد موظفينا على مستوى العالم يزيد عن 167 ألف موظف. موجودة عندنا خدمات متنوعة، تشتمل خدماتنا على خدمات المراجعة والاستشارات الضريبية والزكوية. هنالك أيضا من الخدمات اللي نقدمها في إرنست وينج خدمات الاستشارات المالية والاستشارات الإدارية. طبعا موجودين في المملكة في 3 مكاتب، مكتبنا في جدة، مكتبنا في الرياض، ومكتبنا في الخبر. يتكون فريق عمل إرنست أند يانج في المملكة من 800 موظف من الجنسين ومن جنسيات متعددة على قدر عال من الكفاءة والالتزام لتحقيق أهداف الشركة المرجوة. عملت أنا كجزء من فريق العمل مع منتدى جدة الاقتصادي، أمثل شركة إرنست أند يانج، ونقطة التواصل بين شبكة إرنست أند يانج الواسعة مع المنتدى، مع فريق عمل المنتدى. وللسنة الأولى تطرق الشركة أبواب منتدى جدة الاقتصادي، حيث تعتبر المستشار الاستراتيجي المعرفي للمنتدى. طبعاً كانت بدايتنا مع منتدى جدة الاقتصادي عن طريق تقديمنا الطلب لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمدينة جدة. طلبنا فيه أن نكون شريك أو نكون خبير استشاري مع المنتدى. طلبوا مننا مجموعة من الخبرات اللي عندنا في نفس المجال هذا، وقمنا بإعطائهم خبراتنا على مستوى العالم كمستشار معرفي للمنتدى. عندما بدأنا التحدث عن المواضيع الفرعية والتفصيلية للمنتدى، قمنا باستخدام خطة عمل Pistol Analysis، وذلك لكي نتمكن من الإلمام بكافة المحاور الخاصة بالمواضيع والموضوع الرئيسي في المنتدى. من ضمن مسؤوليات لشركة إرنست أند يانج كالمستشار المعرفي للمنتدى، كنا استخدمنا الكفاءات لتكوين برنامج المنتدى وتحديثه مع ما يترتب من مفاجآت أو أحداث خلال تجهيز للمنتدى. وتقدم أبحاثا ودراسات قصيرة وبعيدة المدى للتمتع بنمو اقتصادي قوي وإيجاد فرص وظيفية جديدة ومناخ أعمال مستقر. تم تكوين فريق عمل متمكن في غرفة تجارية بجدة، يتكون من شباب وشابات متمكنين ولديهم الخبرات في استقطاب المتحدثين والدعم اللوجستي لإنجاح المنتدى. من ضمن مسؤوليات لشركة إرنست أند يانج كالمستشار المعرفي للمنتدى، كنا استخدمنا الكفاءات لتكوين برنامج المنتدى وتحديثه مع ما يترتب من مفاجآت أو أحداث خلال تجهيز للمنتدى. وبناء على نتائج ورشة العصف الدهني، قمنا بإعداد برنامج المنتدى، وبالتالي قمنا بإعداد لستة بأسماء المتحدثين في المنتدى ومن خبرات وخلفيات مختلفة على مستوى العالم. قمنا باختيار مواضيع خاصة بالنواحي السياسية والنواحي المالية والاقتصادية والنواحي الاجتماعية والنواحي التقنية والنواحي الخاصة بالبيئة وكذلك النواحي القانونية، مما يمكننا في النهاية من الإلمام بكافة المحاور الخاصة بالموضوع الأساسي للمنتدى، مما يؤهلنا إلى اختيار المتحدثين الذين يقومون بالتحدث في المحاور المختلفة، وبالتالي تكون النتائج الخاصة والتوصيات النتائج والتوصيات الخاصة بالمنتدى على المستوى المأمول وتغطي كافة جواب المأمولة، مما يمكننا من الانتهاء بدراسة تخدم المجتمع وكذلك المملكة العربية السعودية. لا يخلو حدث مثل منتدى جدة الاقتصادي من المفاجآت والتحديات. تشمل هذه المفاجآت مثل انسحاب بعض المتحدثين في آخر لحظة. مع التجهيز الممتاز للمنتدى استطعنا على التغلب على هذه الصعوبات بتوفير نخبة من المتحدثين لديهم الاستعداد للحضور والمشاركة في المنتدى. بعض المفاجآت كانت، اللي هي تعتبر مفاجآت سعيدة، هي أن بعض المتحدثين أبدوا رغبتهم في المشاركة وهم من وزراء وذوي الخبرات العالية في نفس مجال المنتدى.
نود الشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحدث العالمي من فريق العمل المتواجد هنا في جدة وفريق العمل المتواجد في مناطق أخرى في العالم. نرحب بكم من جديد مشاهدين قناة ديوان جدة، تحديدا من استديو ديوان جدة المتواجد في القاعة الرئيسية لمنتدى جدة الاقتصادي لهذا العام عام 2013 بعنوان الإسكان والنمو السكاني. أرحب بك من جديد أستاذ أحمد إبراهيم رضا المستشار المعرفي للمنتدى. حياك الله. خلينا نتكلم شوية عن تسلسل فقرات المنتدى، كيف 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 تم ترتيبها بنهج معين؟ طبعا احنا زي ما ذكرت العنوان الرئيسي للمنتدى هو الاسكان والنمو السكاني. لا شك انه الاسكان هو محور رئيسي للمنتدى، ولكن يجب لا نغفل المدينه ايضا. المدينه هي الاساس لاي سكن. فبدينا نتكلم عن المدينه في اليوم الاول، عن مقومات المدينه الناجحه في اليوم الاول، ايش المفروض تكون فيه المواصفات او الشروط اللي يجب تتوفر في المدينه هذه عشان تكون مدينه ناجحه. وبالتالي كجزء آخر أو كاليوم الثاني وكنتيجة ذلك حيكون اليوم الثاني نتحدث فيه عن الإسكان ومقومات نجاح الإسكان وإيش هي العناصر المطلوبة في الإسكان. طبعا في الموضوعين هذولا نبغى نؤكد أنه ما نبغى نتكلم بس على الإنجازات المحلية اللي صارت، لا تكلمنا أو حتجدي أنه في خبرات دولية جات وتكلمت في الموضوعين هذا بالتحديد. أمانة اللي لاحظته برضو مرة ثانية أذكرها المرة الثانية أنه كان في كثير من الاطروحات والنقاشات اللي اثرت المنتدى على الاقل في الجلسات الثلاثه اللي انا حضرتها اللي شفتها الى الان، ونتمنى ان شاء الله ان تستمر الاطروحات هذه والافكار الجديده اللي نسمعها. طيب ماذا عن المتحدثين الرسميين؟ كيف تم اختيارهم؟ هل تم اختيارهم على اساس انه اسماء لامعه ومعروفه او على خبرتهم في المجال المعرفي من مختلف البلدان؟ نعم. السنه هذه حبينا نتميز انه نبغى نطلع بأفكار جديدة، فكان توجهنا نجيب ناس أقوياء في الصناعة اللي هم فيها أو في المعرفة اللي هم فيها. فبالتالي ما كان تركيزنا الرئيسي على الوجيهة اللامعة، لا كان تركيزنا على الناس اللي عندهم خبرات سابقة وخبرات ناجحة سابقة. يمكن هذا كان التركيز والتحول اللي سويناه السنة هذه. إدارة المجلس أو عفوا مجلس إدارة الغرفة كان مرحب جدا بالفكرة هذه. إضافة لكذا كانت في كرايتيريا معينة حطيناها عشان نختار الناس. لما بدينا العملية كان عندنا عدد كبير جدا من الخيارات اللي جبناهم متخصصين في الموضوع هذا. أتصور أول لست عبيناها كانت فوق 200 أو 220 شخص، يعني رجل أو سيدة. بدينا نحط لستة أو مواصفات معينة للمتحدث بناء على كل جلسة من الجلسات، وفي الأخير وصلنا للليستة أو الأسماء الموجودة حالياً. أخيراً شفنا في التقرير أنه يعني ما يخلو أي أمر من طارئ يحدث. نعم. أنه ممكن يعتذر متحدث في أي لحظة، إيش هي الخطة البديلة اللي بتحطوها في هذه الحالة؟ ممكن قال الأخ أنه من الأشياء السارة في المنتدى أنك بمجرد أنك تجد واحد اعتذر في واحد ثاني أوريدي موجود وجاهز يبغي يتكلم في المنتدى ويبغي يحط أفكاره كمان في المنتدى. متطوع يعني جداً. لا تنسى أنه منتدى جدة الاقتصادي صار علامة موجودة في المنطقة، فتضيف أيضا للمتحدثين أنه شارك في المنتدى هذا، فتجد فيه حرص من كثير من المتحدثين أو مشارك في المنتدى هذا. معناها الأمر محلول يعني ما بيشكل أي إن شاء الله. خطورة يعني بعض الأحيان يكون متعب شوية، ولكن في حلول، يوجد لدينا حلول الحمد لله، والأمور ماشية بشكل كويس إلى الآن. جميل جدا. سعادة الأستاذ أحمد إبراهيم رضا المستشار المعرفي للمنتدى، شكرا لوقتك معنا. شكرا، يعطيكم العافية، موفقين إن شاء الله. شكرا مشاهدي.